قبل المؤسس اللقاء ديال مؤسسه المنخرط انعقد الاجتماع اليوم، وكان هناك مناقشه جميع المستجدات التي تحيط بنادي الرجاء الرياضي، وكلها مستجدات تستهدف فريق الرجاء الرياضي من خلال محاوله توقيف مسيرته ابتداء بالبرمجه ومرورا بالتحكيم وانتهاء بالحمله الشعواء التي تقودها احد المحطات الاذاعيه التي وصفت الجماهير ووصفت المسيرين بتلميح بالخيانه الوطنيه وما الى ذلك. فكان هناك مناقشه وكان هناك تقديم واحد مجموعه من الاقتراحات ومجموعه من الاشكال، ونحن في الاجتماع بلغنا بان المكتب المديري قد اصدر بلاغا وخرج بمجموعه من المقتضيات العمليه، وهي مقاضاه هذه المحطه الاذاعيه واتخاذ اشكال تقديم شكايه الى الهاكا. وكان وحنا كمؤسسه المنخرط ما غنخرجوش على هذا الاتجاه، هذا حنا بالعكس غنشوف في محطات اخرى تم تشكيل لجان لدراسه مجموعه من الاشكال اللي غتكون اشكال قويه وقويه جدا، ما غتنحصرش فقط فيما قيل اليوم في المحطه الاذاعيه، بل ستمتد الى العصبه والى البرمجه والى التحكيم، لانه اصبحنا لاعبين ومسيرين ومنخرطين نشعر بانه في كل مره انه يفسدون علينا فرحتنا وتاهلنا من خلال برمجه اللي غير مفهومه، والتحكيم حتى هو كذلك راك شفتوا كاملين المجزره ديال البركان، وشفتوا التعيين ديال المقابله بين مقابلتين دوليتين، وشفتوا التعيين ديال المقابله ديال المولوديه الوجديه يومين قبل المقابله ديال الترجي، ورا صرحوا اللاعبين بقالك الحمد لله لقينا اسبوع اللي غادي نسترحوا فيه من هنا حتى السبت، وكان هذا الفريق يمثل شي دوله اخرى من غير هذه البلاد هذه. فتنقولوا هذا نداء من المنخرطين بانه كفى من هذه العبات وكفى من هذا الضيق على هذا الفريق، راه هذا الفريق راه تيمثل واحد الشريحه كبيره من ابناء ديال هذا الشعب هذا، وحنا راه ما غاديش نسكتوا، حنا غنستمروا وغنصدوا للجميع هذا الشيء هذا. بناء على التصريحات اللي جات اليوم في راديو مارس واللي مست بطريقه مباشره بنادي الرجاء الرياضي، وكانت هناك تصريحات خطيره جدا كتمس بالوطنيه وكتمس بالتواجد ديال الكيان ديال فريق الرجاء الرياضي والوطنيه ديالو، وبالتالي كان المفروض علينا حنا كمنخرطين باش نجتمعوا نقولوا الكلمه ديالنا ضدنا بهذا الشيء اللي تقال في راديو مارس. استنكرناه بطبيعه الحال، غنحاولوا نوصلوا الصوت ديالنا للناس المسؤولين كذلك على الجهه السمعي البصري في المغرب. درنا واحد البلاغ استنكاري على اساس اننا نبلغوا الصوت ديالنا ونبلغوا الاستنكار ديالنا كمنخرطين كمؤسسه ديال المنخرط باعتبار على ان البرلمان ديال الرجاء، وبالتالي والختام ديال هذا ان حتى البلاغ ديال المكتب جاء جامع مانع لكل المسائل اللي ضرت فريق الرجاء الرياضي، خرجها للراي العام حتى يكون الكل على بينه من الامر، وحتى يكون على ان كاين واحد مجموعه ديال المنابر الاعلاميه التي تستهدف فريق الرجاء الرياضي مجانيا. وكنطلبوا من خلال هذا المنبر على ان هاد التصريحات اللي جات في راديو مارس انها تخذ بعين الاعتبار من طرف المسؤولين وترد الاعتبار لفريق الرجاء الرياضي.